استاذة زينب تتفضل. استاذة زينب من المنوفية تتفضل. استاذة زينب. السلام عليكم يا دكتور عمرو. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايز اسأل حضرتك عن علاج قسوة القلب. طيب اجاوب حضرتك. وفي سؤال ثاني حضرتك عايز اسأله لك. طيب اتفضلي. ازاي الواحد بيعبد ربنا عشان خايف من نخش النار؟ بيعبد ربنا عشان خايف يخش النار، ازاي الواحد يوصل للمرحلة دي ان يحب ربنا اللي هو لا عايز جنة ولا عايز نار، ويبقى عنده اطمئنان كده؟ يعني الواحد يعني بيصلي ربنا امرنا نصلي يعني ازاي الواحد يوصل؟ اكلم حضرتك على طول عن الحاجتين دول، حاجتين مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه علاج قسوه القلب بتكون اول حاجه بان احنا لازم يبقى عندنا ثلاث معاني. المعنى الاول هو افتقار الى الله. مفيش حد مستغني ولا حياته مستقله ولا بيصارع الناس ولا حاسس ان هو لوحده وحاسس ان هو بيعيش بحوله وقوته فيحس ان هو بيعجز ويحس ان الناس اللي بتقسو عليه، لا 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 خالص، احنا مفتقرين الى الله. لازم نعمل ايه؟ نحس ان كرامتنا عند الله في الضعف اللي عندنا والافتقار الى الله. نحن ضعفاء في حضرة مولانا ونحن فقراء، ولازم نبقى عايشين ده بسلام. يعني ده يكون عندنا بسلام. لما حد يقول لي يا ضعيف، اقول له لا وابقى عنيف، لا 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 انا ضعيف، خلق الانسان ضعيفا. فلازم اتعامل مع فكرة الضعف فكرة باحترام. ولازم اتعامل كمان مع مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الايه؟ مسألة الافتقار الى الله. فلازم اكون مفتقر الى الله. فالاثنين دول حاجتين مهمين جدا جدا. يحصل ايه بقى؟ في ادوات كتيره بقى للعيش بالافتقار الى الله. اول حاجه ببساطه خالص كثره الدعاء وكثره الالتجاء الى الله والمناجاه، وان الانسان طول الوقت طول الوقت يلجا الى الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه عدم المقارنه، ما قارنش نفسي باي حد، ما قارنش نفسي باي حد. لو انا عايز ابقى مش قاسي القلب، اكثر قسوه القلب تاتي من المقارنه. إبليس قسى قلبه لما قارن نفسه بآدم، وعشان كده عايزة قلبك يرق، سيبك من المقارنة. تالت حاجة عشان قلبك يرق لازم تتعودي تخدمي الناس على وتشوفي خدمتك للناس هي خدمة لله. التلات حاجات دي ترقى القلب.